السلام عليكم. البنتاغون: إيران باتت تحتاج ل 12 يوما لإنتاج قنبلة نووية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مساء الثلاثاء أن إيران أحرزت تقدما لافتا في برنامجها النووي منذ خروج الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأكد وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة الدكتور كلون كال، الرجل الثالث في البنتاغون، أن إيران كانت تحتاج ل 12 شهرا لإنتاج قنبلة نووية في 2018 والآن تحتاج 12 يوما. وقال كال: كان التقدم النووي الإيراني منذ خروجنا من خطة العمل الشاملة المشتركة لافتا بالعودة إلى عام 2018 عندما قررت الإدارة السابقة الانسحاب من الاتفاق النووي. كان من الممكن أن تستغرق إيران حوالي 12 شهرا لإنتاج قنبلة نووية واحدة من المواد الانشطارية، الآن سيستغرق الأمر حوالي 12 يوما. واعتبر أن كل من روسيا لن تضغط على إيران للوصول إلى الاتفاق النووي الجديد بسبب علاقة البلدين التي باتت أكثر قربا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وقال كال: أعتقد أنه خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان الروس على الأقل قادرين على تجزئة الخلافات التي كانت لدينا في بعض المجالات والرؤية المشتركة المتمثلة في عدم رغبة حصول إيران على سلاح نووي. أعتقد أن الوضع مختلف الآن نظرا لأن الروس بسبب سوء أدائهم في أوكرانيا أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على إيران، وبالتالي أعتقد أنه من غير المرجح كثيرا أن يمارسوا ضغطا على إيران للانضمام إلى أي اتفاق دبلوماسي، لأنهم يحاولون حث إيران على شحن المزيد من الطائرات بدون طيار والصواريخ وغيرها من القدرات الفثاكة. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.